رضوان مغربي المبتعدة حالياً عن الشاشة عوضت ده بكل ذكاء من خلال حرصها الدائم على حضور حفلات كبار النجوم. رضوان كشفت لكاميرا عرب وود عن أسباب ابتعادها عن المسرح والتلفزيون خلال الفترة الأخيرة وعن استعدادها للعودة للسينما مرة تانية. تفاصيل أكتر في اللقاء اللي جاي. بعد تقديمها لحفلتي الهضبة في الغرداء وحفلة حمائي بالسخنة بتستعد رزان حاليا للعودة للساحة الفنية بقوة. أكيد بدي أحضر سينجل قريبا وحيكون عرب وود ذا فيرست سكوب. أكيد موضوع السينجل ده هوس بحياتي واختيار السينجل وصناعة الأغنية بقت كتير صعبة لأنه أنت ما عندك ألبوم عشان تبيني الخط اللي أنت عملتيه أو الستايل اللي أنت فايتي فيه، بس أكيد أي سنجل حيستهويني حيكون كتير بيت كتير قوي كتير بكسر الدنيا وبولع الحريقة وبيطلع المي والموج. فأنا هيدا الميوزك اللي بحب أعمل الباور مثل ما شفتي على الستيج. I love power. الجمهور المصري أكتر جمهور مع احترامي لكل جماهير العالم. أنا شفت الجماهير كلها بيوروب لما كنت بأم بي سي بلندن. لا بتحس الجمهور المصري فعلا بيصنع نجم بيوريك محبته بيفرجيك الطاقة بيعطيك لتقدر تأدي أكتر على السيد. حكون بالقلعة يوم 18 another concert بمصر. طبعا انا زيارتي عم تكون كتير قريبه بمصر، يعني انا جيت يومين ومسافره بس حارجع على مصر يوم 17 سبتمبر لكونسرت حلو كتير بالقلعه المره دي. نسمة محجوب بلا هاي للنسمة. اكيد بروجرامز حيبداوا مع بدايه السنه الجديده، في افلام المسلسلات، يعني انا بحب المسلسلات كثير دونت جيت مي رونج، بس يمكن وقتي ما فيني ارتبط، يعني صاروا المنتجين والزملاء عارفين انه موضوع المسلسلات الا لو كان شيء كثير بيستاهل، بس انا كثير التيمبو تبعي بحب الافلام وفي هلا افلام كثير كثير حلوه عم بقراها بتمنى انه يعني يمشي الحال. في مسرحية على فكرة، بس كمان كوميتمنت المسرحية صعب جدا. It's one month. كمان ما حابب أقول أسماء لأنه يمكن ما أعملها، بس أنه حبيت أنه العرض مسرحي وغنائي استعراضي، بس برضو ارتباط طويل، يعني ارتباط live for a month. في كتير إشياء بس وتلفزيون إن شاء الله كمان في برامج بنعمل إشياء حلوة ومنقرب أكثر من الجمهور. Arab Wood, I love you so much. Stay tuned to Arab Wood. Well, good luck. All the best.